حضرات المستشارين، إن المتهمين الماثلين أمامكم لم يتورعوا عن العبث بكل مقدس والمتاجرة باسم الدين الإسلامي الحنيف. إنهم فئة ضالة اتخذت من الدين ستاراً لممارسة نشاطها الإجرامي، والذي يهدف في النهاية إلى زعزعة قيم المجتمع والتلاعب بثوابته. ومن العجب أن يتزعم هذا التنظيم أستاذ جامعي. كيف بالله يؤتمن رجل يتملكه الهوس هكذا على عقول أبنائنا بالجامعة، فكأنما نأتمن الذئب على الغنم. إنني أطالب بأقصى العقوبة على هؤلاء المتهمين ليرجعوا عن غيهم وضلالهم وليكونوا عبرة للآخرين. إنني أشكر لهيئة المحكمة الموقرة سعة صدرها وحسن إصغائها، وشكراً. الدفاع يتفضل. حضرات المستشارين، هيئة المحكمة الموقرة، في البداية أود أن أحيط عدالتكم علماً بأنني موكل للدفاع عن المتهم سامي رحيم المنشاوي فقط، ولا صلة لي على الإطلاق بباقي المتهمين، كما أن موكلي لا صلة له بهم أيضاً، إذ أن المسافة بينه وبينهم مسافة شاسعة، والهوة متسعة جداً، وكأنهما على طرفي نقيض فعلاً. فموكلي والماثلون معه في قفص الاتهام سيد الرئيس. حضرتك يا أستاذ بتنفي صلة موكلك بالجماعة دي، وهم في نفس الوقت وبالإجماع معترفين إنه أميرهم وقائد جماعتهم. طب من فضل عدالة المحكمة، أنا بطالب الشيخ عبد السلام كبيرهم إنه يقول لنا أسباب الجروح اللي في راسه قبل ما موكلي يقول لنا أسباب الجروح اللي في رقبته. مين اللي جرحك كده عبد السلام؟ كنا بنهزر يا سيادة القاضي. بتهزر؟ أي نعم بنهزر. مناغشة يعني. بنتناغش ونتجادل فأدينا طالت. الجدال بالتي هي أحسن. سيادة الرئيس، ده شروع في قتل. نعم. لقد حاول الشيخ عبد السلام قتل موكلي خنقاً. خنقه بإيديه لحد ما كان هيموته لولا إرادة الله سبقت. اللي حصل إن موكلي وهو ملقى على الأرض، إيده ارتطمت بكوز المية اللي بيشربوا منه المساجين، فأمسك بيه وخبطه على رأسه دفاعاً عن نفسه. برضو مناغشة سيادة القاضي. أميرنا بقى وبنحب نناغش ويناغشنا. اسكت طيب يا عبد السلام. ما أنا كنت ساكت يا سيادة القاضي، حضرتك اللي طلبت مني أن أتكلم. وما قلتش حاجة يا سامي يا رحيم يا منشاوي. نعم. تعرف تحكي لي أنت اللي حصل؟ تحت أمر عدالتكم، ولكني أطلب من عدالة المحكمة أن يتسع صدرها ووقتها عشان أحكي كل اللي حصل. أنت تجاوب على قد السؤال وبس. تحت أمر عدالة المحكمة، ولكن سيادتك طلبت مني أحكي اللي حصل. وقعت الخناقة داخل الزنزانة جزء من كل، ولا يمكن أن يستقيم الجزء وحده إلا في سياق الحكاية كلها. ده بالإضافة إلى أني عاوز أعرض نفسي وفكري أمام عدالتكم، فإن كان فكراً فاسداً داعياً للتخلف فأنا مع هؤلاء، وإن كان غير ذلك فالأمر متروك لعدالتكم. أنت عايز تقول إيه؟ بدايةً أنا عاوز أقول أننا وعبد السلام ده لا يمكن أن نتفق أو نلتقي، ولابد أن يقتل أحدنا الآخر، وهو من أراد قتلي أولاً، لأنني اتهمته بأنه كاذب ومنافق، وهي الحقيقة، وكل ما قاله عني في التحقيق مجرد افتراء، لأنني رفضت أن أشهد زوراً وأبرئ ساحتهم. وقال لي بالحرف الواحد: يا تشهد معانا يا نشهد عليك. وادعى كذباً أنني أميرهم، وأنا أوافق أنني أميرهم، وأطلب منه الآن أن يوافقني على آرائي وفكري بالنسبة للإسلام. ما دمت أميره فليطعني. يا شيخ عبد السلام، ما دمت أميرك أطعني وآمن باللي بآمن بيه. الدين الإسلامي دين فطرة ودين متطور ومناسب لكل زمان ومكان، ومنهج متكامل يأخذ دائماً بأسباب العصر ومعطيات المعاصرة. وأنا أرى أن هناك دعوة للتخلف الآن تدعو لعدم تعليم الفتاة المسلمة وإبعادها عن سبيل الحياة المتطورة بحجة أن المرأة عورة.
وقلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ نصف ديننا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وارتضاؤها معلمة ومتعلمة وداعية، وهذا منتهى التكريم بالنسبة للمرأة. هذا ما أؤمن به، فهل تؤمن به؟ يا أميرنا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ما للقوامة وتحصيل العلم والتقدم؟ وطلب العلم فريضة على كل مسلم، الرجل والمرأة. والمرأة المسلمة حاربت مع النبي في حنين وأحد وغيرهما، فكيف تصل الفتاة الغربية إلى القمر ونحرم نحن على الفتاة المسلمة أن تصل إلى الجامعة؟ نرفض أن تمد يدها بالسلام. أنا شرحت لك أن العالم تقدم علينا بمسافة تحتاج منا مئات السنين من العمل والجهد المتفاني في تحصيل العلم. يجب أن نلحق بالدنيا كلها، وإلا أطاحت بنا الدنيا ما دمنا ضعفاء مستضعفين. لابد أن يكون المسلمون هم أصحاب النظريات والاختراعات والأقمار الصناعية، وقلت لك أن أعلم ذلك للأبناء والبنات في الجامعة. لا أتوقف بهم عند هل ندخل الحمام بالرجل اليمنى أم اليسرى، أو هل تسلم البنت على الولد أم لا. قلت لي إيه يا عبد السلام لما قلت لك ده؟ رد علي، قلت لي إيه؟ السنة، السنة يا زنديق، السنة. قلت لك أن رسولنا الكريم لو كان عايش في زماننا ده لكان أكثرنا جمالاً وتقدماً، وأخذ بأسباب العلم لنشر الدعوة الإسلامية. رد علي يا سيادة الرئيس وقال لي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سكوت، بطل كلام. ما ترد عبد السلام، سكت ليه؟ بتغلوش؟ ده أميرك ودي دعوته وده اقتناعه، إيه رأيك؟ ما يا أميرك زي ما أنت قلت، يا مش أميرك. سيد الرئيس، لم يعد هناك بعدما سمعتموه عدالتكم أدنى شك في أن المسافة شاسعة، بل وشاسعة جدا، بين فكر موكلي وفكر هؤلاء. وأرجو أن يكون وجدان المحكمة الموقرة قد اطمأن تماما لبراءة موكلي، وأن هذه التهمة قد ألصقت به زورا وبهتانا. وأشكر لهيئة المحكمة الموقرة واسع صدرها، وشكرا. الحكم بعد المداولة. سامي يا ولدي، ازيك يا دنايا؟ أنا كويس الحمد لله يا حاج، طمني. يسلم فمك يا سام. ستك بتسلم عليك يا دنايا. سلمولي عليها كتير قوي وطمنوها عليا. ازيك يا شيماء، عاملة ايه؟ ازيك انت يا دكتور؟ أول مرة ارتاح واطمن بعد ما سمعتك دلوقتي. دي حاجة تشرف يا دكتور بصحيح. طبعاً شيماء دلوقتي راسها في السماء بعد اللي سمعته. كان نفسي اسمعك قوي بس مش هنا. هيحصل ان شاء الله، بس هنا بقى هتحصل حاجات تانية. بص شوف هنا هيحصل ايه. ايه ده؟ دي الدبل. ان شاء الله اول ما القاضي ينطق بالبراءة كل حاجة هتحصل. مين قال كده؟ دي اوامر عليا من الحاج. لا، اعلى شوية، ان ستك الحاج. ادعو ربنا بقى ان هو ياخد براءة. ان شاء الله براءة بعد الكلام الحلو اللي قلته يا ولدي. عموما ده كله من ترتيب سيادة المستشار. ده ترتيب ربنا سبحانه وتعالى يا سامي. بس دي فكرة ما حصلتش يا عم. يا مالي حبيبتي، احنا فضلنا طول عمرنا ندخل المذنبين للسجن، مش هنقدر نطلع منه واحد بريء زي سامي. محكمة، وانا مش هعتاك حتى لو كنت في بروج مشيدة، مش هعتاك. ما هو يانا يا انت. فعلا يانا انت، وان شاء الله هكون انا. ما هو الأرض ما سعناش إحنا الاثنين. بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول سامي رحيم المنشاوي بالبراءة. الحمد لله.